أتابع معك فناننا وضيفنا خالد النفيسي ذكرياتك مع الفنانين. فنانة سبقت هم وتحكيت عنها الفنانة سعاد عبد الله. إيه؟ أراويك هالمشهد معاها. تفضل. النظارة النظارة يبا يبا وينك؟ أبوي تحت الأنقاض يبا يبا أبوي احترق أبوي يبا أبوي هسه ما شفت بسم الله عليك شكو يتشيسر شفيش لا لا ماكو شيء الخسائر الخسائر بسيطة بس شنو اللي المود لهم النظارة النظارة الحين أدور النظارة شكو دور النظارة النظارة شوارب اعرفه ابوك شوارب ابوك شوارب ابوك يبا انت عايش للحين؟ ايه الحمد لله الحمد لله اللي عايش لكن كان بينهدم علينا هالبيت ولاسباب قراشك قراشك اللي ذبحتينا فيها هاي النظاره هاي النظاره لقينا الحمد لله يبا تدري اللي صار انا والله مو قصدي بس غلط في التركيبة اللي كلها تقولي لنا كل شهر تركيبة 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 يا يبا أنا كان قصدي إني أركبها تركيبة سلمية ما هقيت إنها بتطلع تركيبة عنقودية وإحنا شنابحنا غير هالعنقودية اللي تقولين عنها أنا قصدي أحط إف 16 بدال إف 60 لكني غلط في الإفات شو سوي الله سبحانه الله سبحانه ما يطق بعصا لا 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 تخاف الانفجارة بعد اليوم تكلمت عن ذكرياتك مع الفنانة سعاد عبد الله وقلت لنا موقف معاها وقلت انها ذكية ومدحت فيها وايد انا ما مدحتها نعم. هذا هذا يعني شيء ملموس في عندنا بالوسط الفني ككل يعرف ان سعاد على قدر من الثقافة والذكاء إذن في عمل قدمته مع الفنانة سعاد عبد الله هو بريت المطرب القديم اللي كتبه الفنان بدر بروسلي ولحنه الفنان غنام ديقان شو تقول عن هالتجربة؟ وأخرج الفنان بدر المضب نعم أي. هذا احنا السكتش هذا في يعني هو كوميدي هذا مطرب بالش فريجهم بالش أهله ومعتبر نفسه محمد عبد الوهاب ما يطلع عنده شيء هو الكل في الكل وهو ما يعرف شيء صارت الفكرة عند الأخ بدر بورسلي والأخ قنام الديقان والأخ بدر المضف ولو أن في هالمجال هذه بتكلم عن قنام الديقان لأن لنا عتب كبير عليه ولو أني أنا ماني مطرب لكن ما لحق في اللي يسويه مع قنام الديقان من أروع الملحنين طاقة نهر جاري ولكن قعد على بالسنة مرة يلحن اللي هو للعيد الوطني مع العلم انه هو طاقة يقدر يلحن احنا ما نقول لا تلحن العيد الوطني لكن في مطربين يجب انه يهديهم ألحانه وحرام انه يقعد بالسنة يلحن للحن للعيد الوطني وباقي السنة ما في مع العلم انه اعرف انه طاقة متفجرة عنده وحرام يضيعها أنا معلوماتي أنه أيضا يلحن حق فرقة التلفزيون ويلحن حق مطربين لكن نادر. مثل ما قلت أعمال قليلة نعم. نادر نادر يعني نادر الآن تسمعين لحن قنام الديقان عند مطرب فحرام يعني وأنا أقول لو إذا يسمعني أقول حرام ثم حرام حرام ما أقول هالكلام لأني مطرب بقني لك لا إنما أستمتع بلحانك كمستمع فجت الفكرة من بدر بوريسلي كاتبها وذي وقلنا نقوم فيها كمسكتش كوميدي لطيف
وكانت سعاد متجاوبة وأنا متجاوب معاها ونجح السكتش شوية. نعم. شنو كانت ردود الفعل عند الناس على السكتش؟ والله أنا أتذكر حتى في ماما أنيسة لما كانت تقدم في التلفزيون جت جو مدرسة صغار يغنون هذا عودي هذا عنتر هذا. طيب إيش رأيك نشوف لقطة أو مقطع من هذا الأوبريت؟ يا ريت تذكر الناس فيه. نقرا الكرت اللي عليه. تقرا لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. عساك من عواده بصالح وصح لسانك. المرسله ام جمال. انا شايفه المشاهدين اليوم وايد مستمتعين بلقائك، والورد يجمل المكان طبعا. إيه؟ بس مو احلى من كلامك يا ابو صالح. الله يطول لي عمرك. الظاهر ان المشاهدين تكلمت عنهم. نعم. مو خالد اللي قاعد يتكلم، المشاهد قاعد يتكلم. تكلمت بلسانهم وطلعت اللي بقلبهم. انزين. نكمل معاك ذكرياتك مع الفنانين ونستحضر الماضي مع فنانين من الفنانين المبدعين في الحركة المسرحية والتلفزيونية في الكويت. الفنان غانم صالح، كانت لك ذكريات معه وأعمال متميزة. غانم الصالح هذا خلي على كتر نتكلم عنه بعد ما نشوف المشهد. ايه بدال ما يكشف عليك مثل ما قلت 135 جلسة يكشف عليك 200 جلسة. معدل؟ ويخرع. أقول طالع زين طالع زين. كنا عنده حالة قلبة قلقيشن. عدل؟ عند حالة شنو؟ قانم. نعم. من الشخصيات المحببة أولا. غانم يمكن بلا مبالغة أطيب قلب بالوسط الفني. غانم فنان ملتزم. غانم علاوة على أنه ممثل كنت أحب إعداده لما يعد أي مسلسل أو سلس في كتابته، سهل الجملة سهل الحوار. كان من ممثلينا يعني اللي ثبت أقدامه. إن كان بالأول غانم مر في مراحل، بالأول كان غانم ما ياخذ إلا أدوار المجرم المكروه اللي أعمال أنت فعلا إذا قام في دور دي إن كان دور مجرم تكرهينه فعلا. هذا دليل براعته فيه. دليل. وبعدين تحول إلى الكوميديا، وغانم كوميديان يفوق أدواره السابقة اللي كانت أدوار الإجرام وأدوار الشر وأدرام. فغانم فنان كبير إن جيتي في التراجيديا أو في الكوميديا. اللقطة اللي شفناها قبل شوي كانت من مسرحية بيت أبو صالح. إيه؟ وأعتقد إنها كانت من إنتاج شركتك مع الفنان غانم الصالح. إيش صار على هالشركة؟ هو الشركة كانت مو بس لي والأخ قانم، كان معانا الأخ علي البريتشي
الأخ أسد محمود. والأخ أسد محمود سمعت أنا أنه هاليومين طايح جليب بوفرة وطلعوا الحمد لله سالم. إيه وزرته لقيته شوي كيعانة مزلقة من الجليب لكن الحمد لله ما صار في شيء. إحنا أربع شراكة. والشركة إيش صار عليها؟ الشركة توقفت بعد ذاك المسرحية توقفت وما ليش؟ قدمنا الأسباب. والله ما انصرفنا ذاك الوقت في الكل في استديو وكل في مسلسلات ومسرحيات وتوقفت. من خلال كلامك استشفيت أنك تحب أصدقائك وايد، تحب تزورهم، يعني حتى لو كانت زياراتك للكويت قليلة فأنت تغتنم الفرصة هذه وتزور أصدقائك. إيه؟ تفضل. بقاطعك في هذا واسمحي لي. تفضل. أنا زيارتي هذه قصيرة لأن عندي عمل خارج الكويت، ولكن أرجو كل اللي ما زرتهم أو شفتهم يعذروني، ويعذروني لأسباب قهرية. اللي هي؟ أنا من جيت وأنا أركض على جوازي. إيش في الجواز؟ جوازي من ترس، أبي جواز. نعم. واحد يلوحني على الخالدية، واحد يحذفني على خيطان، واحد يحذفني على الفروانية، وتعبت وقلت بسافر فيه لو يدورون لهم مكان يحطون ختمة بس بسافر. اللي يقول بعد شهرين، واللي يقول بعد ثلاثة أشهر، واللي يقول هذا مؤقت. أها على طاري مؤقت، كل شيء عندنا بالكويت مؤقت يا خلاف التعب. الجوازات مؤقتة، الليسن مؤقت، إجازة السياقة، بعد نمرة سيارتك مؤقتة، فلوسنا مؤقتة، ويمكن شوارعنا مؤقتة، وبيوتنا مؤقتة، ويمكن إحنا بالكويت مؤقتين، ما بقى إلا هذه. كل شيء عندنا مؤقت. ترى لا تخلينا عاد نرد نحكي، خلينا على القناوي. بس المشاهدين هم اللي طالبين كذي، طالبينك تحكي وطالبينك تقول. مو أتحكي أنا، أنا اللي لمسته يعني. ليه متى إحنا بحالة مؤقتة وكل شيء مؤقت؟ ليه متى؟ من سنين وإحنا نسمع المؤقت. هذا مؤقت، هذا مؤقت، وهذاك مؤقت، شوارعنا مؤقتة، وزاراتنا أماكنهم وزارات مؤقتة، كل شيء مؤقت. شكرا. طيب تتوقع الحالة هذه راح تستمر وايد؟ والله عاد هذه عند المسؤولين مو عندي. أنا لو بيدي ما خليتها مؤقتة. متفائل؟ ها إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله يصير كل شيء مو مؤقت. إحنا نكره هذا الشيء؟ ما نكره. نتمنى طبعاً. ما نكره. نعم. طيب نرجع لفنان غانم الصالح. عرضنا لك مع الفنان غانم الصالح في سهرتنا لقطتين، الأولى من مسرحية الكويت سنة 2000، والثانية عفواً من مسرحية بيت بصالح. واحدة منهم الأبيض والأسود والثانية بالألوان، واحدة قديمة واحدة جديدة. أبيك تكلم لي عن المسرح أيام زمان والمسرح الحين. المسرح أيام زمان كان في روح عند الفنانين وعند الممثلين. المسرح أيام زمان ما في أطماع مادية، نشتغل للعمل ذاته، نحب التمثيل للتمثيل، لذلك كنا صادقين مع هذا الشيء. نتعامل مع النص كنص، احنا نبي، احنا نبي يرفعنا. التكاتف اللي كان بين الفنانين، الأخوة اللي كانت بين الفنانين، واحد يضحي بالثاني، اجتماعاتهم بعد انتهاء المسرحية، بعشياتهم سوا، قعدتهم، كشتاتهم برا
يدقون لهم مخيمات، يقعدون يتباحثون في نصوصهم في المسرح. الآن مع الأسف نزل علينا المسرح التجاري، وأنا هبوط المسرح وهبوط المسلسلات التلفزيونية أنا ما ألوم فيها المنتجين، ألوم فيها تلفزيونات دول الخليج، لأنها قاعدة تقبل مسلسلات رديئة ومسرحيات رديئة وممثلين رديئين ومخرجين رديئين ومؤلفين رديئين، ومع الأسف محطات التلفزيون الخليجية تقبل هذا الرديء. طيب وإذا كان هذا الموجود؟ اسمحي لي، ما ذيعه، ما بثه. فلو أن المحطات رفضت للمنتج الفلاني هذا النص وخسر فيه، مرة ثانية يعد من الواحد للعشرة حتى ينتج له مسلسل، يخاف إنه ما يقبل. لكن إذا يقول لك أنا والله هذا التلفزيون أجي وقط شريطي وأخذ فلوسي، أصبحت العملية سهلة. أصبحت العملية هات أي ممثل وهات أي ممثلة وهات أي كاتب وهات أي مخرج المنتج ويلا. أنا أعرف ناس أو مسارح بالكويت، أنا ترى 16 سنة مدير مسرح كيفان، 16 سنة مرت علي جميع الفرق من عربية وأجنبية وخليجية وكويتية، يجي عرض يوم دعوات، ثاني يوم ثلاث صفوف أو ثلاث أنفار بالصالة، ونادي المنتج والمخرج والمؤلف وأقول لهم إيش تنطرون بعد؟ قالوا إيه؟ إحنا على بالك عاملين هالجمهور، ندري ما عندنا جمهور وندري مو جاينا جمهور، لكن بنوزعها على تلفزيونات الخليج وتلفزيونات الخليج يشترون هذا الشيء. فشون تبين المؤلف المنتج أو الشركة شركة إنتاج تتعب على الجيد؟ لو ترفض الأعمال الرديئة ما حد يقدم يعمل هالأعمال، وهذا إضرار طبعاً بالحركة المسرحية. وأنا ألوم تلفزيونات الخليج والقائمين على تلفزيونات الخليج والمسؤولين بتلفزيونات الخليج، لأنهم اللي شجعوا هذا الإسفاف وهذا التهريج وهذا الانحدار بالفن الخليجي. طيب الفنان ما له دور أيضا في هذه القضية؟ ولو كل ممثل احترم نفسه ورفض الدور الرديء، أيضا فكر الكاتب قبل ما يكتب إنه راح يرفضون ممثلين هذا النص، لكن ما دام بياخذون فلوس والتلفزيون التلفزيونات الخليج بتقبل، وليش يهتم بالجيد؟ ليه أرخص له ممثل رخيص وممثلة رخيصة وكاتب حي الله ومخرج حي الله ما دام بستلم بالدقيقة من تلفزيون الخليج؟ طيب الفنان مو المفروض علينا هو يحافظ على رصيده الفني ويحافظ على مكانته بين جمهوره ويختار؟ ما احنا قلنا تجاري، ايضا في ممثلين تجاريين. نعم في ممثلات تجاري، يقول لك احط لي 400 500 دينار بجيبي انا شكو هامه. لكن لو هذا الفنان يحترم نفسه ويحترم جمهوره، الجمهور ما يرحم الفنان اللي يستهتر فيه ولا يغفر له. ولا تصدقين ان فنان
بيستهتر بالجمهور انه بيحترم الجمهور. صحيح. ابدا. نتمنى استاذ خالد يكونون سامعينك. اتمنى هذا، وانا ما اقول، انا اقولها لمستقبلهم. اي فنان ناشئ او اي فنان يحاول انه يكون رخيص، ما راح يضر نفسه، راح يضر هو نعم. في نظر الجمهور فلان منهم لكن لما تحطين اعلان بالشارع بطولة فلان وفلان وفلان وفلان، قالوا هذا والله يحترمنا، اذا احنا نحترمه. هذا ما 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 حط رجله على المسرح الا عارف ان الجمهور ان ما يطلع له الا بشيء زين. وانا اتمنى من مسؤولين تلفزيونات الخليج انهم يرفضون الاعمال الهابطه الرديئه ويشوفون شلون يطلع الفن. نتوقع المرحله هذه تي باسرع وقت. امين امين. يا ريت. نرجع للمشاهد وفنانينا اللي لك ذكريات معاهم. فنان وعدته قدامنا الحين انك راح تزورها باكر بكره. نعم. نشوف العزيز اخوي. تفضل. شنو ذكرياتك مع الفنان عبد العزيز النمش؟ عبد العزيز ما تذكر منا لك الخير، وما اقدر اتكلم الان لما اشوفه باشر، وعسى الله يشافي. امين. على فكره عبد العزيز في درب الزلق، ولو حاطين غيره اي ممثله مع احترامي لهم ما نجح الدور بالنجاح هذا، ولكن الآن شبه متوقف، وأتمنى له الشفاء ويرجع يلعلع كما عهدنا. أنت قبل شوي تكلمت عن الفنان غنام الديقان. إيه؟ وتكلمت عن الفنان عبد العزيز النمش، وكل واحد تشرح عليه وتقول متوقف ونشاطه قليل. إيه؟ لكن أنا اللي شايفته أنه أنت في نفس الحالة معاهم. أنا يسند لي دور، لكن قنام اللحن يطلع منه، ما يبي له دور جيد ولا دور رديء ولا دور، ولا يبي له مخرج ولا يبي له كاتب. قنام من شخصه، قنام يطلع موهبة خاشة، شو نسوي له؟ نروح مبطلة؟ ما يصير. قنام ما له عذر، قنام أبدا ما له عذر. يعني عذرك أن الأعمال اللي تعرض عليك دون المستوى؟ مو دون المستوى، أنا ما أقول كلها دون المستوى. فيها جيد لكن ما لي دور فيه، ما أشوف دور يصلح لي. وفيها اللي دون المستوى ما أوافق عليه. بس فقرتنا الثالثة عبارة عن بعض المشاهد لك من أعمالك الفنية، نبيك تعلق عليها. نشوف مشهد منها. إيه؟ تفضل. النسوة، لقد آليت على نفسي بأن أطالب بحقوقكن الانتخابية والترشيح. شفيك شفيك قصيرة. وسيكون لكم بإذن الله حق الترشيح والانتخاب. أنتن اللتن ولدتن، وأنتن اللتن رضعتن،
وانتن اللتن حملتن. وبعدين فكرت لكم في شيء اهم من هذا وهذا وهذا. ترى في دساتير العالم كلها ما حد فكر التفكير اللي انا فكرته. فكرت لكم حتى جمعياتكم النسائية التي تدعي انها منكن واليكن ما فكرت في التفكير اللي انا فكرت فيه. الحامل لها صوتين. بعد شتبون يا ما أكلنا من إيدكم المشابيس، يا ما سويتوا بدقاقيس، يا ما شويتوا الصبور، يا ما شربنا الأمراق. الأمراق جمع مرقة. والحين اطمئنوا وحطوا ببطنكم بطيخة صيفي وبتاخذون حقوقكم. ما دام راسي يشم الهواء وهالكور يشم الهواء بتاخذون حقوقكم قصب طيب وسودافع إلى آخر نقطة في دمي. والحين مطابخكم. وإحنا نثق بكلامك ومتفائلين وايد، بس اللي بيعرفه هل هذا رأيك؟ رأي الشخصية اللي قدمتها في مسرحية حامي الديار، ولا رأيك الشخصي، ولا الاثنين؟ عن شنو؟ رأيك في حقوق المرأة؟ لا، حقوق المرأة، المرأة اليوم أخت الرجل وظيفتها قائمة على أحسن وجه، وشاركت الرجل، استشهدت أيام القزو ويمكن دافعت عن الوطن وقاومت. ثم المرأة أعتقد أن لها حقوق، لأن قبل المرأة تختلف عن الآن. قبل بعد يقولون لا يخطب الواحد يقولون لا جيب عبات معاك، لأن ما عندها عبات، يعني ما عمرها طلعت السكة. نعم. ما تطلع المرة إلا بعبات. يقولون لا جيب عبات معاك هذا اللي بتزوجها، لأن ما عندها عبات ما طلعت السكة. الآن الأمور تغيرت اختلفت. المرأة الآن الدكتورة دكتورة، والمهندسة مهندسة، والطيارة طيارة، ما خلوا شيء متساوية بالرجل. ليش ما يصير لها حقوق؟ شو المانع أن يكون للمرأة حق كحق الرجل؟ هي الانتخاب مثلا، هل الرجل هو اللي لحق أن يخطط البلدة ويسوي البلدة ويشرع البلدة، والمرأة ما لها حق أنها تفكر في بلدها؟ لكن الحق على الجمعيات النسائية اللي ساكتها. إنزين، تؤيد حقها في الانتخاب فقط ولا الانتخاب والترشيح؟ والترشيح ليش لا؟ إنما هذا اللي قلته أنا على المسرح، هذه كوميديا لطيفة لأن هو هذا اللي تكلم هالكلام مع هو مهزوز بالمجلس. هو شخصيته مهزوزة، يقول الكلام على سجيته ولكن ما أشوف أي مانع أن تكون المرأة لها صوتها ولها. ممكن يخلونها بالأول لها حق الانتخابات، لا تنتخب، وبعدين يكون لها حق الترشيح. العقل واحد والتفكير واحد. صحيح. والمخ واحد. والحامل لها صوتين. والحامل لها صوتين. في المشهد هذا بصراحة اسمه غريب شوية، المعد كاتبه لي أنا مستغربة اسمه هذا. شنو
اسمه دمعة حائرة في الظلام الدامس، تذكره؟ دمعة حائرة في الظلام الدامس، انزلت علينا أفلام في فترة الستينات بأسماء غريبة، حافية على جسر من ذهب، على صفيح ساخن، مدري شنو من هالأسامي اللي انزلت صارت مودة بالأفلام، كلام مدري صافينا صف كم كلمة الفيلم. فالسكيتش هذا احنا يعني ما نقول نطنج او هذا، لا احنا تنتقد، نمثل بعض ما كرر بالافلام. يعني في السابق كله لا جيت اي الفيلم شوي حكي حكي، ولحد الان في قلبي قلبي هذه دائما بالافلام. من كانت فكرته؟ ما تذكر، لكن اظن سعاد. ايه فعملنا مشهد صغير داخل برنامج متكامل، فقرة صغيرة، هذه الفقرة اللي على مدري اللي العنوان اللي قلت دمعة حائرة في الظلام، دمعة حائرة في الظلام الساخن. وكلمتي ما تنزلش العرض. يا ريت كان بإيدي يا بابي، أنت تقدر تتحكم في كل حاجة إلا قلبي. أنا بحبه يا بابي، بحبه. أنت لو شفته يا بابي هتحبه على طول. اخرسي بلاش كلام فارغ. ده أرق وأجمل إنسان شفته في حياتي. أندهولك يا بابي عشان تشوفه. يا مفيد، خش يا مفيد. أيوة يا أنكل، أيوة أيوة يا لولي، أيوة يا ليلى. نهارك سعيد يا أنكل، نهارك فل يا أنكل. إيه ده؟ الله الله، عيب كده يا أنكل هتوقعني. اخرس انت الآخر. لا لا ايه ده مفيد يا بابي، ده مفيد اللي هتموتي نفسك علشانه. ايوه يا بابي. اسمعي كلمه وردي خطاها. والله لو نشفت دماغك وعصيتي امري لا انت بنتي ولا اعرفك، وهحرمك من الميراث. قلبي 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 قلبي. ليه يا رب الظلم ده بابا؟ يا بابا اسمعني، قبل ما تموت انت هكون انا يا بابي موت روحي. انا هموت ليلى. خلاص ليلى، ليلى ليلى ليلى، ما ترميش نفسك يا بنتي، ما تموتيش نفسك يا ليلى. تعالي تعالي خلاص ليلى، انا وافقت تتجوزي المفيد ده. ليلى تعالي يا بنتي. ليلى انا وافقتي خلاص. لازم تعرف يا باشا اني انا مش طمعان في فلوسك ولا حاجة، انا بس طمعان في عطفك وحنانك يا باشا. وانا بقول الكلام ده عشان بحب ليلى، بس بحبها 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 اوي يا باشا اوي. بنتي بنتي بابا. ليلى بابا. ليلى حبيبي يا ليلى. ليلى بنتي حبيبتي. ليلى. أيوة يا بابي. يا بنتي كل اللي بعمله ده علشانك. أنا عارفة يا بابي. ليلى في سر خطير مخبيه من زمان عليك، لكن جه الوقت اللي أقوله لك. قول يا بابي. قول يا أنكل. في إيه؟ ليلى انا مش ابوكي. ايه؟ انا امي. المشهد هذا كم مرة عدته؟ والله ما تذكر، قديم هذا. ايه قبل الافلام كلها كذي. نعم. ابي المواقف الطريفة اللي كانت تدور لما كنتوا تطورون هالمشهد هذا. ما تذكر قديم هذا، مكان التلفزيون على البحر و... إنزين أنا بسألك سؤال يمكن يكون شخصي شوية،
أبي أسألك عن أعلى أجر خذيته وأقل أجر خذيته في أي من الأعمال. أقول لك على أول أجر، ولكن آخر أجر ما أقوله. أنا أبي أعلى أجر وأقل أجر. لا، والأعلى ما أقوله. ليش؟ بس لكن أخذت أدنى أجر 40 دينار على الحلقة. في أي عمل؟ في أعمال كنا نعملها بالتلفزيون. يعني أجر 40 دينار على الحلقة. هذا يعني قديمة الأعمال هذه؟ إيه، أول ما بدأنا. إيه. في البداية. إيه. والحين؟ الوضع اختلف. الحين ما تذكر لأن من زمان ما تذكر الأعمال القديمة وما تذكر آخر شيء. إيه، لأن ذيك في البداية. نعم. نذكرها. ثابتة. لها طعم. نعم. في عندنا مشهد آخر نبيك تشوفه معنا. ترى راح الليل. متى السحور؟ أعتقد المشاهدين وايد مستمتعين، أنت إيش رأيك؟ يلا. صارت لك أفغانستان أقرب من مرتي. استغفر الله. مرتي ما بقى غاربة، خشيتها عن النيابة. تروح تتبرع بمليون دينار لأفغانستان؟ احنا شكوا بأفغانستان، شكوا عير وير. أهلنا أهلهم، احنا نعرفهم يعرفونا، ويوهم مثل ويوهنا. استغفر الله العلي. حجيهم مثل حجينا. تروح تتبرع بمليون دينار وأنا ألزق مرتي من قار لقار؟ أفغانستان احنا شكوا بأفغانستان. أفغانستان أخواننا في الإسلام. وعند لا تحاكيني. قصب هو قصب. لا تحاكيني ولا يلوي لساني على لسانك. كلش انا عمك ومتبري منك لما يوم الدين. استغفر الله. شاهد. نعم. اشهد اني متبري منه. متبري منه. نعم. على بالك نسيت؟ نسيت باري اللي كسرته؟ من على حسابه تكسر البار؟ 20 سنة وأنا يجمع فيها البطول وانت تجي وتكسرهم؟ انت شكو وصي علي؟ انت شكو؟ ما تقولي شكو. أنا ما عندنا هذا ذبحني أصغر عيالك. أنا أستاذ خالد، إحنا حاطين لك مشاهد ونبيك تتكلم عنها كأسئلة بطريق غير مباشر. إيه يعني هذا سؤال تقريبا. هذا يذكرني وخش يافي وقتها هذه عن التبرعات أنا شايف الآن بالشوارع 20,000 جمعية بالكويت. قبل لا أجي مار دول إسلامية وعربية ما شفت اللي أشوفه بالكويت. ما تروحين باب جمعية إلا عطونا حق ما أدري وين، تبرعات حق ما أدري وين، ويا ليتها جمعية واحدة ولا نعرف وين تروح هذه الفلوس. لكن اكثرت الناس، تذمرت. مع العلم هاللي دور الآن كم أنت بالكويت، ما تقولي لي كم جمعية تطلب تبرعات؟ على كل رصيف جمعية، على كل باب جمعية تطلب تبرعات، بالأسواق جمعيات تطلب تبرعات. ما صارت الكويت كلها جمعيات تطلب التبرعات؟ هذا اللي أشوفه أنا بالكويت. مع العلم أن في بالكويت ناس محتاجين العشر دنانير لكن كرامتهم ما تسمح لهم انهم يبينون، لو ياكلون تمره وخبزه ولا يطلبون من احد. واحنا ترسلوا لك الكويت جمعيات تبرعات؟ من اللي سمح لهم؟ من اللي اذن لهم؟ من بس تعال بحط لي جمعيه تبرعات؟ على اي اساس انشئت هذه الجمعيات؟ من وافق لهم انهم يوقفون بالشارع يقضبون خلق الله حط تبرعات حق بلد الفلاني وحق بلد الفلاني وحق بلد الفلاني؟ من بمره هذا؟ بس ما في احد يتبرع يعني الا على الطيب خاطر. مو مساله طيب خاطر،
يحطون لهم جمعية واحدة معروفة، جمعية تبرعات الفلانية، تعرفين على رأسها ناس ذو ثقة معروفين من أهل الخير أهل البر يمسكونها. لكن الآن كل جمعيات أكثر من الدكاكين. أنا ما أعرف شلون اللي وافقوا لهم على تعال حط لك صندوق وتعال تبرع، وشال صندوقه ومشى ما ودى بيتهم ودى جمعية ودى طرشها. ما تدري فلوسك وين راحت. وبعدين كم جمعية عندنا الحين اللي تبرعون بالكويت؟ قولي لي يلا، هل يطلبون التبرعات؟ هذا الجمعية الفلانية وهذا الجمعية الفلانية وهذه النقابة الفلانية وهذه، وأسماء تطلع. ملت الناس، يحطوا الكرتون ويكتب عليه صدقة ويقعد قدام كرتونة وقاعد. وين الشؤون ما تضفهم هذول؟ مو ممنوع التسول؟ هذا تسول أنا في رأيي، مو تبرعات. التبرعات لها طريقتها ولها مكانها ولها صناديقها ولها ناسها. جمعية واحدة تكفي. الآن هل يطالبون بالتبرعات؟ قولي لي، لما قالوا تبرعات للحائط الأمني اللي بالإلكتروني، من تبرع له؟ ما حد تبرع له. احنا خلينا نتبرع لبلدنا. ملينا واحنا نتبرع، ملينا. انا جاي من بلاد كلها اسلام وكلها عرب وكلها ذيب ودايرها كلها، ما شفت هذا الشيء يسوونه الا عندنا بالكويت. ما ادري هي موده، كان موده اطلب من الله تنتهي. ما ادري استاذ خالد، اللي بقلبك وايد وكنا سهرناك والله، عاد لكن احنا استمتعنا وايد بلقائك. الله يخليك. وتهيأ لي واضح جدا ان المشاهدين هم استمتعوا، هذا بخلاف اللي خلف الشاشه يعني يشوفونك. والله انا ما قلت شيء الا الصدق اولا فيما اقول، وحبي لهالبلد. اكيد حبي لهالبلد يخليني اقول اللي في قلبي، واعتقد ان اللي قاعد اقوله في ناس يقولون صح والبعض يقول خطأ، لكن أنا هذا رأيي وما أحيد عنه. وانتوا قلتوا لي في بداية اللقاء نرجو أن يكون لقاء صريحا. نعم. وأنا صريح وما قلت شيء غلط. طيب نكمل هالصراحة، ونبيك الحين توجه رسالة على الهواء مباشرة لجمهورك، شو تقول لهم؟ أقول عسى الله يوفقني وارضيكم، وأرجو أن لا تكون صراحتي يعني حزت في بعض الناس أو بعض المشاهدين، ولكن أنا متأكد أن اللي قلته أنا حاس فيه وأغلب المواطنين حاسين فيه. نشكرك على صراحتك ونشفنا ريجك. مو نشفت ريجي، أنا صدعت رؤوس المشاهدين. يمكن صوتي عالي، يمكن صوتي نشاز، لكن يسامحوني إذا غلطت بحق أحد، أطلب السماح، ويمكن غلطت وما غلطت هم عاد يصنفون كلامي. المهم الإفادة، كلامك يفيد أكثر من يحز بالنفس. الحمد لله، الحمد لله. احنا نشكرك وايد على لقائنا معك، استمتعنا فيه وايد، والمشاهدين ايضا اتوقع، ما اقول اتوقع، انا متاكده انهم استمتعوا وايد. ان شاء الله نكون امتعناك ايضا، وان شاء الله نشوف لك اعمال
على خشبة المسرح في الكويت وعلى شاشة التلفزيون قريبا وما تطول علينا إن شاء الله. وفي الختام أقول للمشاهدين الكرام ولو إنها جت متأخرة أقول مبارك عليكم شهر رمضان ولو إني متأخر فيه، وبسبق وأقول وعيدكم مبارك إن شاء الله، والله يجعل أعيادكم أيامكم كلها أعياد وأفراح، اللهم آمين. بقى عندنا أعزائي المشاهدين فقرة تعودنا أن احنا نختم فيها لقائنا، وهذه الفقرة تهيأ لي في كثير من الناس ينطرونها، نتمنى أن اختيارنا لليوم هذا يعجبكم. لا تلومني، لا تلومني أو فلومني، فيك ظلم وتجني، لا تسابقني لعتب ما بذا تخلص مني، لا تغالطني وحق الله ما يكذب ظني، لا تقل أني وأني ليس هذا القول يغني. أيها العاتب ظلما يا حبيبي لك أعني، أنا لا أسأل عمن لم يكن يسأل عني، إن تزرني فبذا الشرط لا تزرني، فاسترح بالله من هذا، فاسترح بالله من هذا التجني وارحمني. عزيزي المشاهد استمتعنا بلقائك، استمتعنا بوجود ضيفنا الفنان خالد النفيسي معنا، ونتمنى عزيزي المشاهد أنك تكون قضيت سهرة لطيفة خفيفة، تكون طلعت اللي بقلبك من خلال كلام ضيفنا. أخيرا نتمنى لقائك الأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي وراه، في أي وقت نلقاك فيه راح نكون مستمتعين، في أي وقت نتقابل مع مشاهدينا من خلال تلفزيون الكويت والقناة الفضائية راح نكون سعداء جدا. في النهاية عزيزي المشاهد نقول لك سحور شهي ومع السلامة.